كل شي طبيعي، اطمني. أنا ما فهمان شي، عم شوف بس ما عم بفهم شي. لمعي، الدكتورة هلأ هي بتفهمك. مبين معك؟ إذا بنت ولا صبي؟ لا بكير لسه لمعي، جوزي مستعجل لا يعرف. خلصنا؟ خلينا نسمع دقات القلب كمان. كتير طبيعي. لمعي لا تتبكبك مثل الأولاد. تأثرت كتير، مستر تأثرت لما سمعت دقات قلبه. إذا من هلأ بلش تبكي بكرة لما تشوفه لك عن شو بدك تساوي. يلا فيكي تقومي هلأ. لحظة دكتورة. نعم؟ يا ترى بتكون طلعت نتائج الفحص تبع الدي ان ايه؟ ليش ايمتى وعدوكم؟ هو لسه بكير عليها، بس قلت بجوز تكون طلعت. هلأ رح نتأكد. لمعي لوين؟ تعا خليك هون. ما فيها شي، خليه يروح. خلص. تفضل عود. عفواً، آسف. إيه ليكا؟ ميسر، طلعت النتيجة. الدكتورة عم تقول طلعت. بالله؟ بناءً على طلب الوالدين وبالرغم من أن الطفل في طور التكوين مما سيشكل خطورة على حياة الجنين، فقد قمنا بإجراء الفحص وتمت مطابقة أنسجة السيد لمعي كتنجي مع أنسجة الجنين والتطابق بنسبة 99%. شو يعني؟ يعني الولد ابنك لمعي. ألف حمد وشكر إلك يا رب. شفت كيف اتهمتوني ظلم؟ دكتورة، فيكي تعطيني نسخة من نتيجة هذا التحليل؟ ايه طبعاً رح يعطوكي نسخة هلأ بالمخبر. طيب، مشان ما حدا يحكي، الكل رح يتأكدوا لحتى سكر لهم تمهم. أنا رح أكتب لك على شوية فيتامينات. اكتبي.